من استاد التتش في النادي الاهلي عشان كمان نطمن على فرقتنا استعداداتها للمباراه، لمباراه سان جورج ان شاء الله اللي هتقام ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي. مروان مساء الخير عليكي، طمنينا الاخبار ايه، فرقتنا استعداداتها لمباراه يوم الاحد ان شاء الله. طبعا برحب بيك يا كابتن هاني وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وزي ما قلت احنا هنا من مقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره وتحديدا بجانب ملعب مختار التتش، حيث تدريبات طبعا الفريق الاول لكره القدم اللي اقيمت في السادسه من مساء اليوم. خليني يعني اتكلم شويه عن التدريب يا كابتن هاني واقول لك بعض التفاصيل. المران بدا طبعا بمحاضره فنيه من مستر كولر للاعبين حول المباراه القادمه زي ما قلت يا كابتن هاني مع سان جورج اللي ان شاء الله مقرر اقامتها يوم الاحد المقبل في ذهاب دور ال 32 ببطوله دوري ابطال افريقيا. طبعا اتحدث مع اللاعبين عن المباراه القادمه والمباراه الماضيه وشكرهم على الاداء الجيد اللي ظهروا به في طبعا انطلاقه بطوله الدوري المصري. يمكن قال لهم كمان ان هو محتاج هذه الروح وهذا الاداء في جميع المباريات. طبعا لازال طبعا مستر كولر يعني بيعلم او بيدي دروس للاعبين حتى لا يتكرر درس السوبر الافريقي مره اخرى، والحقيقه ان هو يمكن اتكلم مع كل اللاعبين في كل الخطوط وكان يعني ادى تعليماته وتوجيهاته في طبعا المحاضره اللي كانت زي ما قلنا قبل الميران. كمان خليني اقول لك يا كابتن هاني انه يعني كان في ميران خاص لثلاثي حراسه المرمى مع طبعا ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، طبعا ميران خاص لكابتن محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف الثلاثي اللي طبعا اتدرب النهارده، ويمكن كمان كان في تدريبات خفيفه للاعبين اللي شاركوا في مباراه المصري، وده كان طبعا بامر من مستر كولر حتى لا يتم اجهادهم بدنيا في الايام المقبله، وطبعا استعدادا زي ما قلنا لمباراه سان جورج اللي هتقام في القاهره. والحقيقه ان طبعا احنا بنفكر مشاهدينا ان المباراه هتقام ذهابا وايابا في القاهره بامر من الكاف بعد حرمان الانديه الاثيوبيه من اللعب على ملعبها، وده طبعا لعدم توافر الشروط كما اعلن الكاف في بيان رسمي سابق. كمان خليني اقول لك يا كابتن هاني انه طبعا بيرسي تاو، احب اطمن جمهور النادي الاهلي ان هو نزل التدريب النهارده والكدمه يعني الحمد لله اطمنا على بيرسي تاو واتدرب مع الفريق ويمكن الكدمه ما اثرتش. شارك مع الفريق زي الفل شارك بصفة أساسية في التمرين يا كابتن هاني، وطبعا المدير الفني مستر مارسيل كولر اطمن عليه بشكل كبير واتأكد من جاهزيته بشكل كامل. طبعا يعني على غرار التأكد من الجاهزية أكرم توفيق كمان جاهز بشكل كامل، وطبعا تتوقف مشاركته وفقا للرؤية الفنية لمستر مارسيل كولر في المباريات القادمة. كمان خلينا طبعا أفكر طبعا يعني مشاهدي قناة النادي الأهلي إنه إن شاء الله النادي الأهلي هيستعيد جهود حسين الشحات ومحمود كهربا مرة أخرى بعد ما فقد جهودهم في المباراة طبعا الماضية أمام المصري للإيقاف، وإن شاء الله هيكونوا جاهزين بصورة كبيرة جدا لمباراة الأحد القادم. أما بقى استمرار الغيابات فيستمر غياب عمرو السولية وخالد عبد الفتاح ويعني كريم ندفد وطبعا حمزة علاء الرباعي المصاب، حتى الآن لازال استمرار غيابهم بصفة كاملة ولن يشاركوا في المباريات القادمة. كمان خليني أقول لك يا كابتن هاني أنه طبعا الأهلي هيفقد في المباراة القادمة رضا سليم ومودست، يعني زي ما احنا عارفين أن رضا سليم كان حصل على كارت أحمر مع فريق الجيش الملكي في بطولة الكونفدرالية الموسم الماضي، وبناء عليه هيغيب عن المباراة القادمة مع النادي الأهلي، لكن شاركوا في التدريبات أكيد بصفة أساسية، يعني أكيد كانوا موجودين شاركوا في التدريبات بصفة أساسية. طبعا شاركوا كل اللعيبه شاركت بصفه اساسيه ما عدا طبعا المصابين الذين طبعا بيتم تاهيلهم بشكل كبير يعني عشان يلحقوا بالمباريات. مودست يا كابتن هاني طبعا زي ما احنا عارفين تم قيده في الفتره الثالثه وان شاء الله هيكون جاهز طبعا الانضمام مع الفريق من بدايه من دور المجموعات. يمكن دي كان المشهد العام للتدريبات اليوم في ملعب مختار التتش، طبعا حاله من السعاده على الجهاز الفني والارتياح بشكل كبير لأداء اللاعبين زي ما قلنا لكم في بداية طبعا وجودنا هنا معاكم بعد الأداء الرائع والمشرف لضربة البداية للفريق أمام طبعا النادي المصري. دي طبعا كانت أبرز أخبارنا من ميران الفريق الأول هنا من ملعب مختار تتش. معاك الكلمة مرة أخرى كابتن هاني لو في أي سؤال. شكرا جزيلا على التغطية الرائعة وإن شاء الله كل التوفيق لفريقنا النادي الأهلي. شكرا جزيلا.